امبارح كرواتيا فازت على تونس بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء طبعا الوقت الاصلي للمباراه بدون اهداف، وده في المباراه اللي جمعتهم في نص نهائي كاس عاصمه مصر الوديه. بكده هيواجه منتخب كرواتيا منتخبنا المصري في المباراه النهائيه من كاس عاصمه مصر الوديه يوم الثلاث اللي جاي على استاد مصر. تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن مباراه امبارح وايضا مباراه كرواتيا مع المنتخب ان شاء الله من ضيفنا محمد يحيى الناقد الرياضي ومساعد رئيس تحرير بجريده الوطن. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير ازيك يا شيخ. اهلا بيك. الله يخليك. سلام طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. امبارح ازاي تابعت المباراه وهل كانت تونس ند قوي؟ طبعا المباراه يعني البطوله بشكل عام بطوله قويه جدا، بطوله فيها منتخبات مصنفه، منتخبات كبيره، اختبارات قويه لكل المنتخبات، وخليني اقول لك هي دخلت ضمن مشروع الفيفا سيريس او سلسله الفيفا، ونفهم الناس يعني ايه سلسله الفيفا. الفيفا عامل البروجرام ده او المشروعات دي علشان منتخبات مش كتير بتلعب مع بعض يبقى عندها فرصه تستغل التوقفات الدوليه دي ان هي تلعب مع بعض، بمعنى ان مثلا منتخب مصر ومنتخب تونس الاثنين من افريقيا الاثنين بيلعبوا مع بعض كتير، سواء في بطوله افريقيا تصفيات سواء كاس عالم كاس امم بنلعب مع بعض كتير، ولكن منتخب كرواتيا من النادر لما بيلاعب منتخب مصر، ومن النادر لما بيلاعب منتخب تونس، ومن النادر لما بيلاعب المنتخب الثالث اللي هو نيوزيلندا اللي هو طبعا في الاوكيانوسيا اللي هي جنب استراليا. فطبعا وبرده نفس الكلام بالنسبه لنيوزيلندا، من النادر ان هي تلاعب منتخبات افريقيه. صحيح. او تلاعب منتخبات اوروبيه، لان هي مش دايما برده بتقدر تتاهل لكاس العالم عشان تقدر ان هي تلعب مع المنتخبات الكبيره دي. فالبطوله اللي هي الفيفا سيريس دي فرصه ان المنتخبات دي تحتك ببعضها ويبقى في تجارب جديده رياضيه. امبارح شفنا منتخب تونس بيقدم مستوى كويس جدا قدام منتخب كرواتيا، منتخب كرواتيا المصنف العاشر على العالم، واحد من اللي بينافسوا على كاس العالم اخر نسختين، نسخه قبل الاخيره وصل الفاينل وخسر من فرنسا 2018 اللي فاتت في وصل السيمي فاينل. فطبعا منتخب كبير، منتخب مليان نجوم، على راسهم طبعا لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، في بروزوفيتش، في اكتر من لاعب مميز جدا في منتخب كرواتيا. فكون ان منتخب تونس وهو خارج من مرحله احلال وتجديد ومرحله تغيير مدرب واخفاق كبير في كاس الامم الافريقيه، ان هو يقف بالشكل المميز ده قدام منتخب كبير بحجم كرواتيا، ده طبعا قدم صوره كويسه للكره الافريقيه. والوصول المباراه طبعا الخساره بضربات الترجيح حاجه مش مؤثره، ولكن هي احتكاك قوي، المباراه كانت قويه انتهت بتعادل سلبي، وتونس كانت متقدمه والفار لغى لها هدف. فطبعا تونس قدمت مستوى مميز جدا طول المباراه، يعني على فترات. طبعا انت بتلعب منتخب كبير، تونس كانت بتلعب بنظام الدفاع وتعتمد على الهجمات المرتده، فده طبعا اداهم افضليه، لان منتخب كرواتيا منتخب هو كمان دفاعي، منتخب بيعتمد على الدفاع بشكل اكبر والهجمات المرتده، وده سر تفوقه في كاس العالم لما بيلعب وسر وصوله ركلات ترجيح اكتر من مره. بالظبط كده، شفناه قدام البرازيل بيقدر يعمل ده ويطلع البرازيل. صحيح. من كاس العالم بسبب اعتماده على الهجمات المرتده، فعشان كده ما قدرش المنتخب الكرواتي ان هو يتعامل مع الدفاعات التونسيه بشكل سليم خلال المباراه، ولكن تفوق في نقطه قوته اللي هي ضربات الترجيح. لكن المدير الفني المنتخب التونسي شايف ان هو عمل اللي عليه، عمل اللي عليه، لان هو انا بقول لك دي اول مباراه بالنسبه له، نفس وضع كابتن حسام حسن، اول مباراه بالنسبه له بعد تغيير الجهاز الفني بعد الاخفاق في كاس الامم الافريقيه. فطبعا التعادل السلبي مع منتخب كبير بحجم كرواتيا هو برضو يعتبر انجاز بالنسبه له، او نتيجه ايجابيه يقدر يبني عليها في المستقبل. طيب ايه رايك في التغييرات والتبديلات اللي حصلت اثناء المباراه بالنسبه للمنتخبين؟ اكيد ان منتخب يعني كل منتخب ظروفه مختلفه. منتخب كرواتيا الاول بيستعد لبطوله اليورو، فزلاتكو داليتش المدير الفني عارف لعبته كويس، هو فريق ثابت مش بيغير كتير، هو بس بيعمل مباريات وديه لزياده التجانس ما بين اللاعبين، مش بيدخل عناصر جديده لسه هيشوفها، لا هو منتخب على فكره منتخب كبار سن، لان هم مخضرمين بقالهم اكتر من 8 سنين، ده القوام الرئيسي لمنتخب كرواتيا، فمش بيغير كتير. العكس بقى منتخب تونس عمل تغييرات كتير، لان في تغييرات على مستوى اللعيبه كتير جدا، علشان هو راجل مدير فني جديد،
بيحاول يكون منتخب بشكل جديد بعد الإخفاق اللي حصل في كأس الأمم الأفريقية. فطبعا الاثنين كانت التغييرات ظروفها مختلفة لكل واحد منهم وفقا لأهداف كل واحد بالمباراة. طيب لكن كان في ثغرات امبارح بالنسبة لكرواتيا ودي اللي عايزين نركز عليها عشان نشوف احنا هنعمل ايه معاها. طبعا منتخب كرواتيا زي ما قلت لك هو مش منتخب هجومي ولكن طبعا عنده لعيبة في وسط الملعب خطيرين جدا، لوكا مودريتش وبروزوفيتش الاثنين في وسط الملعب اثنين اقوياء جدا، فلازم نبقى عاملين حسابنا لمنطقة وسط الملعب، هي دي نقطة القوة الرئيسية بالنسبة لمنتخب كرواتيا، بالإضافة كمان لخط دفاعهم القوي جدا. ولكن أنا شفت امبارح تعاملهم سلبي جدا مع الكرات العرضية، نقدر ان احنا نعتمد على دوت، وعندنا مصطفى محمد يعني يقدر ان هو يعمل ده كويس، عندنا كمان مرموش بيقدر يستغل سرعته في ظل كبر سن بعض لعيبة منتخب كرواتيا. سرعة مرموش وتريزيجيه هتفرق معانا، سرعة مش قصدي سرعة جري، انا قصدي سرعة في التعامل مع الكرة والتحرك بدون كرة. هو ده اللي هيفرق معانا، هو ده اللي هيخلينا ان احنا نقدر يبقى لنا الكلمة العليا في المباراة اللي جاية ان شاء الله. وبرضو انا عايز احطها في نطاق ان هي تجربة كويسة ما نحكمش بيها على اي حاجة، لان برضو كابتن حسام حسن لسه في مرحلة التعرف على اللعيبة وعلى اجواء المنتخب، ما ينفعش ان احنا نحكم عليه باي شكل، وبتلعب مع منتخب زي ما بقول لك مصنف عالميا، فنتيجة المباراة بالنسبة لي لا تمثل شيء الا ان احنا في اختبار قوي لازم نخرج منه بشكل كويس، وفي النهاية نستفيد منه في اكتشاف لعيبة كويسة للمنتخب، لان في تغييرات هتحصل كتيرة في تشكيلة منتخب مصر للمباراة اللي جاية. لكن على جانب اخر المنتخب كان شكله حلو في المباراة اللي فاتت. منتخبنا طبعا في مباراة نيوزيلندا كان شكله متماسك بحكم ان احنا افضل من نيوزيلندا في كل حاجة، سواء تاريخيا او كامكانيات بشرية للاعبين، لا احنا لاعبتنا احسن. منتخب مصر تصنيفه 35 على العالم، منتخب نيوزيلندا 109، فبالتالي احنا في فرق كبير ما بيننا وبينهم، في فرق في التاريخ والاحتكاك وقدرات اللاعبين الموجودين. انت عندك لعيبة محترفة في اوروبا، هم ما عندهمش لعيبة كتير محترفين في اوروبا، عندك مصطفى محمد واحد من اللعيبة المميزين جدا في اوروبا، وبتوقع ان هو هيكون السنة اللي جاية في مكان تاني غير نادي نانت الفرنسي، عندك مرموش برضه هو كمان بيطرق ابواب الدوري الانجليزي بشكل كبير جدا لان عنده عروض من اكتر من نادي، وسمعنا ان ليفربول عايز يتعاقد معاه من انتراخت فرانكفورت، فطبعا لعيبتك كلها مطلوبه في اوروبا. تريزيجيه بيقدم مستوى مميز مع واحد من اكبر الفرق التركيه في ترابزون سبورت، فطبعا لعيبتك كلها كبيره. يمكن مشكله وسط الملعب بس اللي هي فيها تغييرات، هتلاقي تغييرات كتيره في اللعيبه بظل اصابه امام عاشور هتاثر، لان امام عاشور كواليتي لعيب مختلف، ما عندكش لعيب زيه، فبالتالي ده هيفرق مع كابتن حسام. عندك لعيبه كويسه في وسط الملعب ولكن مش بنفس طريقه لعب امام عاشور. ايه هي طريقه اللعب؟ ان هو لاعب في الحاله الهجوميه بتلاقيه لاعب مهاجم بشكل كويس، لان هو اساسا امام عاشور لاعب كان بيلعب وينجر، لاعب مهاجم وينج ليفت، فهتلاقيه مهاجم كويس معاك. في حاله الدفاع هتلاقي لاعب رقم 8 مميز جدا، بيعرف يقف على الكوره، عنده فيجن كويسه للتحرك بالكوره، شفناه في اكتر من كوره بيتحرك بشكل كويس، وكان عامل خطوره بشكل كبير في مباراه نيوزيلندا اللي فاتت. حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت اللي جبنا منها الهدف هو السبب فيها. فطبعا امام عاشور هيفرق بشكل كبير، وان شاء الله لعيبتنا تقدر ان هي تتعامل مع ده بشكل كبير. طيب انت كنت بتقول ان الشكل اللي هنظهر عليه في المباراه اللي جايه هيكون فيه تغييرات كتيره، هل السبب اصابات ولا في استبعادات لاسباب اخرى، او حتى ان احنا بنجرب اللعيبه بما ان قلنا ان الدوره دي وديه لتجربه اللعيبه؟ طيب اولا عندك اكتر من سبب، الاصابات طبعا امام عاشور هيبقى خارج التشكيله، فهيبقى في حد بديله في وسط الملعب، ده هيفرق في شكل وطريقه اللعب اللي هيعتمد عليها كابتن حسام. ده رقم واحد بالنسبه للاصابات. رقم اتنين، في طبعا كابتن حسام اعتمد على لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير في المباراه الاولى، لان هو هيريح جزء كبير منهم في المباراه دي عشان الاهلي بيستعد طبعا لمواجهه سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا، فطبعا انت بتحاول تريح برضو، لان احنا في النهايه النادي الاهلي بيمثل مصر في دوري ابطال افريقيا، فمن مصلحتنا ان احنا نريح لعيبته عشان يخشوا المباراه اللي جايه وهم فايقين اكتر وما يتعرضش لعيبه اكتر لاصابات. بس ده ضغط كبير قوي عليه، لانه على كابتن حسام، لان الناس دلوقتي قاعده مستنيه تشوف كابتن حسام مع المنتخب. تمام، بس انا عايز اقول لك انت عندك لعيبه البودلة الناحيه الثانيه لعيبه كويسه. يعني انت مثلا انت بتلعب في خط الدفاع برامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، الاثنين لعيبه النادي الاهلي، هيدخل احمد حجازي
واحد من اللعيبه المميزه، احمد حجازي راجل متالق مع اتحاد جده السعودي. برضه عبد المنعم يجيد التسجيل من الكرات العرضيه. هيلعب عبد المنعم جنب حجازي، يبقى رايح ربيعه بالنسبه للنادي الاهلي. هيلعب في خط الوسط مثلا الماتش اللي فات، وكان بادئ بامام عاشور وبادئ بقفشه وبادئ بمروان عطيه، الثلاثه من النادي الاهلي. امام خرج، اعتقد ان هو ممكن يريح قفشه ويعتمد على مروان عطيه، لان مروان عطيه برضو لعيب رقم 6 مميز جدا، صحيح مفيش بديل ليه. فهيلعب بمروان وهيلعب حد جنبه سواء حمدي فتحي ممكن نشوفه في المركز ده، وهنشوف طريقه اللعب كمان كابتن حسام اللي هيعتمد عليها، هيلعب بنفس الشكل 4-2-3-1 ولا هيغير طريقه اللعب، فهنشوف هيعمل ايه. دي برضو ما انا بقول لك تغييره امام دي هتفرق في طريقه اللعب، سيستم اللعب كله. كابتن حسام بيعتمد على تجميع اللعب في مكان وينقل الكوره للمكان الثاني الناحيه الثانيه الفاضي، ولكن الطريقه دي مش هتتناسب وانت بتلعب منتخب كرواتيا زي ما بقول لك، لان وسط الملعب بتاعهم قوي جدا واصحاب خبرات، فهيدركوا دي بسرعه وهيوقفوها لك. فلازم يبقى انت عندك تحولات تانية بشكل اسرع وبشكل مميز اكتر، وتعتمد على اختراقات الطرفين بشكل اكبر. خط الهجوم ما فيش فيه مشكله، لان انت عندك الثلاثه الاساسيين اللي هم مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد في ظل طبعا غياب محمد صلاح، فهم دول الثلاثه الاساسيين الثابتين بتوعك ان شاء الله هم يبقوا معاهم التوفيق بس في المباراه اللي جايه. المباراه اللي فاتت شفنا مرموش كان هيسجل هدف حلو جدا ولكن ما كانش معاه التوفيق، فنتمنى يبقى معاه التوفيق في المباراه دي. وكمان زي ما بقول لك وسط الملعب هو اللي هيبقى فيه كلام كتير، يعني هنشوف مروان عطيه هيلعب جنبه مين، حمدي فتحي ضامن مكانه، مين بقى ممكن يدخل؟ لسه كابتن حسام ما استقرش على الشكل النهائي اللي هيلعب بيه، هل هيحط حد زي قفشه بيجيد التحول الهجومي ولا هنشوف حد يعني ذو قدرات دفاعيه بشكل اكبر قدام منتخب زي كرواتيا؟ طيب زي ما انت قلت كده كرواتيا بتلعب دفاع وبيلعبوا على الهجمه المرتده، شايف ايه الانسب ان كابتن حسام يبتدي بيه هذه المباراه؟ يبدا ضاغط من البدايه؟ لا، لان انت بتلعب منتخب مخضرم، منتخب كبير هيستدرجك للنقطه دي، هو عايزك تهاجمه اصلا. يعني ده فخ يعني. بالظبط، هو عايزك تهاجمه، لان هو زي ما بقول لك راجل تفوق على البرازيل بالقصه دي، فضل يدافع 120 دقيقه، يعني ال 90 دقيقه ونص ساعه وقت اضافي بيدافع بس، ورغم ان البرازيل سجلت في هدف وكان ممكن تكسب بيه المباراه، نجح ان هو بهجمه مرتده ان هو يسجل هدف التعادل ويوصل لضربات ترجيح. فبالتالي هو منتخب بيستدرجك ان انت تعالى هاجمني عشان انا عندي يعني عندي واحد زي لوكا مودريتش في ثانيه بيبقى هو بيجيب جون او بيصنع الهدف. او عنده لعيبه بتقدر تتحول من خط الدفاع للهجوم بسهوله جدا وبسرعه جدا. فطبعا زي ما بقول لك ده فخ بالنسبه لنا لو احنا نزلنا مهاجمين وبنعتمد على ان احنا بنلعب على ملعبنا، لا انت لازم تبقى عارف قدراتك كويس قوي وعارف انت واقف فين وعارف انت بتلاعب مين عشان تقدر ان انت توصل للهدف الكويس. برضو ما ينفعش ان احنا نحط كابتن حسام فريسه سهله للجمهور، لان انت لو خسرت المباراه دي هتبدا الناس بقى الهمهمات تتكلم والناس تقول لك اصل بص الاداء، اصل بص الطريقه، اصل بص الشكل. ده مش محتاجينه في الفترة الحالية، صحيح. محتاجين دعم بشكل كبير للمنتخب، محتاجين دعم لكابتن حسام عشان ده تجربة وطنية، مش عايز الناس تبقى بتقيم كابتن حسام كأنك جايب جوزيه مورينيو بتقيمه من أول مباراة. جوزيه مورينيو نفسه في أول مباراة أو مباراتين مش هيتم تقييمه، فبالتالي كابتن حسام لازم نبقى صحيح بنقيمه منطقيا وعقليا، ان انت بتلعب مع واحد من المنتخبات المصنفة على مستوى العالم وانت كمنتخب مصر في مرحلة بناء مرة تانية بعد كأس الأمم الأفريقية وتغيير الجهاز الفني والاعتماد على مجموعة تانية من اللاعبين وتراجع مستوى بعض اللاعبين وغياب بعض النجوم زي محمد صلاح ودلوقتي إمام عاشور، فلازم نتعامل مع المعطيات دي وتكون في حساباتنا واحنا بنقيم تجربة كابتن حسام حسن لحد دلوقتي. صحيح، وكمان احنا صبرنا على ناس كتير قوي. بالظبط، يعني اعتقد ان هو اولى بالصبر، يعني مدرب أولى وطني لأن كابتن حسام تاريخه بيشفع له. طبعا كابتن حسام امكانياته الفنيه كبيره جدا لازم نستفيد منها كمنتخب مصر. عايز اقول لك ان مثلا منتخب السنغال المدير الفني بتاعه اليو سي سي راجل بقاله اكتر من 10 سنين ماسك المنتخب. منتخب الجزائر كان جايب جمال بالماضي وسايبه ماسك المنتخب مديله اريحيه ومديله حريه كبيره. ده بقى اللي اسمه المشروع. بالظبط، منتخب المغرب عمل نفس القصه مع وليد الرجراجي ونجح بيه ان هو يوصل سيمي فاينل كاس عالم. فطبعا انت بتتكلم على يعني تجارب اهي بندي بيها امثله للناس بتصبر على
ولادها وتصبر على المدرب الوطني عشان نديله الفرصه. ولينا تجارب كتير ما صبرناش على المدرب الوطني يعني كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، تجارب ما صبرناش رغم ان احنا نجاحاتنا كلها او معظمها كانت مع مدربين الوطنيين سواء كابتن جوهري او كابتن حسن شحاته. فاحنا مين المدرب الوحيد المشروع اللي فيه نفس السمات بتاعه كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته؟ اقرب واحد للموديل ده دلوقتي هو كابتن حسام حسن، فبالتالي احنا لازم نصبر عليه ونسنده عشان نقدر ان احنا نشوف منتخب مصر بشكل كويس. اولا في شهر 6 اللي جاي تصفيات كاس العالم، عندنا مباراه مهمه قدام بوركينا فاسو، وكمان نهائيات كاس الامم الافريقيه ان شاء الله السنه اللي جايه او اللي هتبقى يعني خلاص يعني قدامك سنه تقريبا تلعب كاس امم ثانيه 2025، فهيبقى فرصه كبيره. ويمكن كلام كابتن حسام كان واضح وصريح، انا مش جاي العب على مراكز متقدمه، انا جاي اخد كاس الامم. شفناه في الختام بتاع كاس الامم اللي فاتت كان موجود كاحد الاساطير الموجودين في افريقيا وقال للصحفيين هناك انا ان شاء الله الكاس دي السنه اللي جايه بتاعت مصر، فهو يعني مركز وعارف هو داخل يعمل ايه. ان شاء الله بنتمنى له التوفيق وبنتمنى الدعم والمسانده بشكل كبير سواء من الجماهير او من الاعلام او من اللعيبه كمان ان هي تبذل قصارى جهدها عشان تنجح المدرب، لان هي المنظومه كامله لازم تبقى مصره على نجاح المشروع ده لان ده هو السبيل ان احنا ان شاء الله نحقق حاجه كويسه. طيب توقعاتك في النهايه بقى لمباراه مصر وكرواتيا؟ والله المباراة زي ما بقولك هتكون صعبة لو احنا ادركنا قدراتنا الاول والمنافس اللي بنلعبه ودرسناه كويس، هنعرف طريقة اللعب اللي احنا محتاجين نلعب بيها، هنعرف ان احنا محتاجين نقفل وسط الملعب بشكل كويس عشان يبقى احنا المسيطرين زي ما عمل منتخب تونس كده، كان بيلعب تحت الكورة وبيلعب على الهجمات المرتدة ونجح منها ان هو يسجل، ولكن الفي اي ار طبعا لغى الهدف ووصل معاهم لضربات ترجيح. فطبعا لازم نبقى عارفين قدراتنا. ان شاء الله يبقى المباراه فيها حضور جماهيري. لازم برضو قبل ما نتكلم على توقعاتنا للنتيجه نشيد بالتنظيم المميز جدا 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 من الشركه المتحده للبطوله. خلينا برضو نقول للناس ان البطوله دي المفترض كانت تكون في الامارات وبعدين كانت ممكن تبقى في السعوديه، وقبل اقامتها بحوالي 10 ايام او اقل من 10 ايام كمان اعتذرت انسحبت الشركه المنظمه كان الاربع فرق هيحصل لهم مشكله كبيره ان انت ما عندكش ماتشات لان المنظمين انسحبوا من تنظيم البطوله. فالشركه المتحده تدخلت وانقذت الموقف اولا على مستوى الفرق، وبعدين شفنا تنظيم مبهر جدا. عندك استادين بسم الله ما شاء الله يفرحوا، بنيه تحتيه مميزه جدا سواء استاد مصر في العاصمه الاداريه او استاد القاهره، شكل حلو جدا في المباراتين اللي اتلعبوا. لازم نشكرهم على الشكل الحلو اللي ظهرنا بيه قدام العالم، قدام الفيفا وقدام منتخبات كبيره زي كرواتيا ونيوزيلندا ومنتخب تونس، ان انت في ايام قليله قدرت تنقذ الموقف. صحيح. ده على مستوى التنظيم اللي ان شاء الله بنتمنى انه يبقى بدايه او انطلاقه لتنظيم احداث رياضيه اكبر. بالنسبه لتوقعات الماتش ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكسب باذن الله المباراه قبل ما نوصل معاهم لضربات الترجيح. ان شاء الله 1-0 لمنتخب مصر، يعني نتمنى ان احنا نخرج كسبانين نتوج بالبطوله على ارضنا، يخرج كابتن حسام بدفعه كبيره من الفوز بالبطوله والفوز على منتخب كبير. صحيح. زي منتخب كرواتيا زي ما كان فيتوريا عايش الفتره اللي قعدها منتخب مع منتخب مصر على فوزه على منتخب بلجيكا. شوف ده طبعا ان شاء الله نقدر نكسب، عايش على فتره كبيره قوي ان احنا نقدر بقى نكسب منتخب كبير زي كرواتيا. صحيح. منتخب اقوى من بلجيكا ان شاء الله دي تدي دفعه كبيره لكابتن حسام وللمنتخب مع كابتن حسام طبعا. والاهم كمان انه الشكل اللي هيظهر عليه منتخبنا وده اللي احنا مستنيينه، احنا نشوف منتخبنا بيعمل اللي عليه والمنتخب متماسك. كل الدعم طبعا لكابتن حسام في هذه المهمه الصعبه في هذا التوقيت. كل الشكر ليك طبعا محمد يحيى الناقد الرياضي ومساعد رئيس التحرير بجريده الوطن. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا استاذ.